سيدي محمد، السلام عليكم. الو، السلام عليكم، مساء الخير اتفضل يا سيدنا سيدي، شيخ. اتفضل يا سيدي. لو سمحت يا شيخ، بس انا في مشكله مع اختي كده، فكنت حابب ان انا اتكلم فيها معاك ونشوف حل ليها. يعني احنا دلوقتي يا شيخ، والدتنا توفت من حوالي شهر، طيب تمام؟ كان في ليها فلوس، كان ليها فلوس شايلاها في البوسطه باسم اختي، سامعك. والفلوس دي هي تمام، والفلوس دي هي محوشاها من معاش ابوها. يعني انا واختي اخوات من الام، لكن مش اخوات ام واب، مش شقق. فوالدتي بتاخد معاش زوجها اللي هو يبقى ابو والد اختي الله يرحمه، ومن الفلوس دي عملت دفتر ليها في البوسطه، وكانت بتشيل باسمها هي الفلوس دي، وهي وصيه عليه. فلما والدتنا توفت، طلبت اختي ان انا اخد شرع ربنا ان انا اخد التلتين وهي التلت في الفلوس. رفضت وقالت ان ده معاش والدي، وهي كانت بتحوش لي منه. فانا عايز اعرف الحكم الدين ايه في الوضع ده، عشان انا برضو مش عايز اطالب بحق غير حقي، وبرضو اختي برضو في نفس الوقت هي معايا، وبرضو يهمها ان هي تعرف هي ليها ولا عليها ايه. طيب بس هي اختك معاك جنبك؟ معايا يا فندم. طب خليها تكلمني. طيب ثانية واحدة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انت ممتنع ان انت تدي له الفلوس ليه؟ انا مش ممتنعه، انا بقول له ان دلوقتي ده يعني معاش والدي. لا انا ماليش دعوه بمعاش مين، انا بسأل سؤال واضح. لا، انا قلت له الفلوس شوف انت عايز ايه، ست بس هو الكل، مش ست الكل اسمعيني، الفلوس دي ماليش دعوه بمعاش والدك ولا والده، الفلوس دي اسمها معاش امك. تمام. الفلوس ابوك امضى الى رحمه الله، رحمه الله رحمه واسعه واسكنه فسيح جناتي، صح يا ست الكل؟ أيوة صح. الدوله قالت ان المستحقه للمعاش كنت انت وامك ولا امك بس؟ لا، كنت أنا وأمي. كنت انت وامك، صح؟ الفلوس اللي حضرتك مكوناها في دفتر التوفير دي من فلوسك انت ولا من فلوس امك؟ لا، مش أنا، هي والدتي اللي كانت بتاع هي اللي كانت تاني بتحط هعيد دفتر السؤال تاني، التوفيق. انت كنت بتاخدي معاش ولا معاش امك بس؟ لا، هي والدتي اللي كانت بتقبض المعاش، بتقبض المعاش، يعني الدولة قالت ان اللي هي هو المستحقة للمعاش. طيب للأسف ان الخط معانا قطع. طيب اختي الكريمة، الدولة، عشان بس الموضوع لابسه منين، ان الاخت الكريمه بتقول ده معاش ابويا، القصه ما بتتقالش كده خالص. ابوك مضى الى رحمه الله سبحانه وتعالى، وانت من المنطلق ده فرقتي بين اخوك وبينك على اساس ان ده معاش ابوك مش ابوه هو، لان انتوا اخوات من الام. الكلام ده غير صحيح. ليه بقى؟ لان ده معاش امك مش معاش ابوك. الدوله رأت ان دي المستحقه للمعاش بعد موت الراجل ده. طيب الأم الكريمة كانت بتوفر الفلوس من فلوسها هي وتحطها في دفتر التوفير، طيب اللي هو باسمك أنت حضرتك. طيب لو أنا بحب أمي وعايزة الأم الجنة وعايزة لأخويا ده الصلة والبر، أعمل إيه؟ أقيم شرع الله سبحانه وتعالى في هذا المال، فأخوك ياخد حقه وحضرتك تاخدي حقك وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى. لو هو راجل ميسور وربنا موسع عليه وقال لك إكراما لأمي وحفاظا على الوصال هتنازل عنه، يبقى أتى بصلة وبر ورحم، يبقى يشكر ونقول له جزاك الله ألف خير، مش خير واحد، ولكن هو عايز حقه دلوقتي، ده حقه وتديهوله وفق الشرع، لأن ده مش فلوس خالصة ليكي. طب انت حضرتك مسكت ان هي باسمك ومش هتدي له حاجه، ما عليكيش اسم ولا عليكيش ذنب، بس انت يوم القيامه هتخلي امك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ظالمه امام اخوك ده، واخوك ده هيقتص منها يوم القيامه لانها اعطت الحق لغير صاحبه او لغير المؤتمن عليه. يا ساده، الدنيا زائله والاموال بتروح وبتيجي، وكم من أناس كانوا يسكنون القصور فصاروا الآن ننعيهم في القبور. فرجاء ثم رجاء، الأخوة لا تقدر بكنوز الدنيا، فإياك ثم إياك يا أختي ويا أخويا محمد يا اللي سألتني، إياك أن تفرق بينك وبين أختك بسبب جنيه أو أكتر أو أقل. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويلم شملكم.